اش تما سوج تما نمشي نهار هادي روتردام ديال المدار ان المسيره ياقت اللي تاتي غا استمراريه من خاف لان نمشي نخس دانيتين قاعده ونعرف الشتات ماني مجان حساسنا تفغانه ديال المسيره تنسل التنديديه سي الاعمال الاجراميه ديال النظام المخزني لان توضعنا نغدر خبارات لحد الان عادانين ديال العسكره ديال الحسيمه يعني سيدنا الدينيج لعدد دم قران استعيت ريعيش خشت مثنا يقجن ديال الحسيمه ديال النواحي نس هاني البراجه تنسن يعني واد جيني وذانا العدن زكدوا غابضوا واد نيج المركع دم قران ونشين نقاد انيتين دي اوروبا من كمير بان غشت مثنا غاد وعاس القضيه عقات خصاصا قضيه الضغط خصها دي قيم مستمر النظام المخزني وبالاخص لو خنسن بين هذا الاسبوع عاد يوسين قاد وين شكا من سن اخضان ثان زي الحسيمه باش انا حنا شاهدين قشت مثنا وثلاثين قضيه معروفه السن وذا المهربي المخدرات وذا المهم يجي جان توفتن غاو عديس ديني يجي شفان عارف انك كذلك غير مخزن 30 تويثين باش شهدن قشت مثلا يعني المخزن ها قاتي سبينا جميع الاوراق ينس يسبينا قضيه ان انت يقال دورات فا يقال هذه صنت الكلمه الحكمه يتصنت الى القمع فانشين دانيتين دي اوروبا مستمرين للفتح النظام المخزني المجرم دي الحوايج اللي تكذيني وش قضيه الصوره ينس يجي تصرف غبارة بسبب بالأخص أوروبا غير تساند أنه بعض الدول زي اسم بالأخص فرنسا إسبانيا وبعض الدول ما غاس ما صالح كيداس بين الشين قاطنا في دحذانيتين وخان في ذات يلا عام زقامي غاديني نتائج الآن نهان 15 زي الشاق قارة ديري مساءلة ومن قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأن تمولت الاتحاد الأوروبي تمولت بعض المشاريع ديال المغرب اللي تسلم سخاري قنخ أوروبا قارقا ثني قد قنديني برامج تكوينية للتربية على حقوق الإنسان لجميع المؤسسات ومن ضمنها حتى البوليس نسن أقصد ذي الخانينة التكوين سندقين قوات كان ذي مغارينا قناصنا أبناء سبنيول كان كلمة نبيا شو زمان دي دي اللايف ذاتنا يشتمع لأن شيء التربية النواج من رابا يعني قد تا المهم نهان يعني 15 زماي قصن سن قدوا دي ساد غاسير المسائلة ذيني دي البرلمان الأوروبي ولكن تن مسألة إيجابية جدا لذاتين خدن دين جدانتين دي أوروبا على مستوى هولندا وعلى مستوى الدول الغني باش تسقسال المخزن هاقات من يتكذيني قمة خاص عدة أسئلة نشيت دي برلماني خصاص الأسئلة يا قات يعني واخد يا صديرة ما كاينش المراوغة كاين يا سادي السقسى زقاني بدا القمع غارغ ذاريف زي استشهاد المحسن فكري إلى الآن ولا حتى قبر يعني لو خان نوضح منعنا المعاناة نعرف النا لازم 58 59 إلى الآن لو خان توضح من أي أوروبا من يتقل مخزنها قات العمل الإنس الإجرامي وبالأخص يعني قضية نوع الاستيطان يخني يا ذاريف نوع من العنصرية للميز قد قاريف النار ونشينو خان وعزيس والصورة ينس دولة غيقان دولة أمي تسمى المؤسسات وتحترم حقوق الإنسان ولا الصورة اني قاست نمحى ذانيتين وانت يمحت يخفين سواء جنشين استمحان لان الواقع انت قلت بيان منيني بلادمي قلت يخطفني حجانا مزيانا ست سنين ورد ذي مغارين وري جس الإقامة الإجبارية مثلا المغارين نغلي ان تشاس احكام موقوفة التنفيذ ما معنى منايا يعني يسحور مش ذي الحرية ينش قيتي خان حبس ورد اشجن حكم نيلاتهم يقان موقف التنفيذ المعني ناس وزمال تنفسد وثانيتين دقين زي استرهاب الإرهاب الترهيب يبذل النظني يضم غاري النظني يحنجان النظني حتى بالنسبة لخالد النا وقيم إظهار لأن يمكن يجنس يجنوا عن الحراسة الإجبارية دي الداثين ضغطن خبا بس وشو دي تفغل لأن جات هدادات قناس وإلا غش تنوي غدا البيضة شوف ماني وضر مخزنة واتي جحتا هتلر جواتي دقينا في ودان وما غاد جا يعني ست تلقائية فنا الشارع سوان واجب وش تنظيم سري مثلا خوتي نتقسم من دقلينا قين الشعب الريفي الشعب صادق السوار الصراحة أما شجلش مثلا غير جان ذي الحبوسات رخا جا السوار الخلمين الصاد جا السوار بصراحة السوار ناك الجماهير الشعبية جين ميل في المسن المطلبي وشين داتي ندي الشتات نبقى خبري ذني ونقاري المخزن ناقات الشين من نقار بالعلنية رغم ماني تق
الجيش الالكتروني الناس يستعمل اسماء مستعاره يتخوين اش مثلا جارس، ولكن لن يمر لان السن بيننا غنضتين صناديدنا كذلك ذات دي اوروبا ايكي بالدرخي ضانسن وعان بان القضيه الاخرى قضيه نارف حقيقيه والشين انخيسان سياده مواطن نفسنا واخا نتيت سياحد اخا نقيم نبد امي غير غتكسيم السن اللي يقش لي ونين ونسني هاد كسيم خانق جميع الاوساخ نون يغاون داري فينا وشكرا يا شتما خنات مرات سلامانا من قاسة زيرو تردم.